ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ احنا النهارده فيديو جديد، ويعني الفيديوهات الجايه يعني هتكون احلى واحلى ان شاء الله، عشان يعني احنا ده يعني اول فيديو لينا في الشانل وكده. عايزين بس اهم حاجه تقولوا لنا ايه رايكم في السكنات دي التلاته دول، انتوا اكيد عارفينهم، يعني الريفن والريد نايت واللاف رينجر. بس الفروزن عايزين يعني نشوف رايكم تحت في الكومنتس. كومنتس، فكرتني، ما تنسوش كومنتس ولايك وشير وسبسكرايب كده. يلا، واهم حاجه اللي فيه جيف اواي، اول ما نوصل 70 سبسكرايب هنصفي الناس وهنعمل جيف اواي. جيف اواي عايز يعني تعرف هو عايز تعرف تفاصيله عشان تخشه، فيه هتلاقي في الديسكريبشن لينك على الانستجرام، خشه واعمل لي فولو. هتلاقي صوره، اخر صوره منزلها دي فيها كل الحاجات على كل حاجات يعني على الجيفاوي. واحنا دلوقتي رايحين منطقة تيفو، او يعني القهوة. انا يعني بسميها القهوة والله. بس ايش تاني عايزين؟ بس اشتباكات كتيرة بقى وخناقات كتيرة بقى وكده. يلا، ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده اللي في بالي ده؟ ايوه ده اللي في بالي ده. عايش كده؟ يلا، ايوه كده، ايوه كده، ايوه كده، من اولها كده بقى يا شباب. يلا يلا ناخد ده ونروح ناخد الكابتن ده. عادي عادي عادي، فين الشباب؟ عادي اهو، في سنايبر اهو. ماشي كده، احنا مش هنخلص. ايه ده؟ ده ايه البتاع ده؟ ايه ده؟ لازم اجربه. ايه ده؟ ده ايه الهبل ده؟ هو ايه اللوت الفاجر ده؟ بس ايدي دي بتاعت ايدي ايدي. او ماي جاد، هنشوف هنشوف لو بس وبعدين نشوف. دي بتاعت ايدي. نجربها نجربها. ايه ده بقى يا شباب؟ يلا، ايه ده؟ اوف يا ديني، بصراحة كانت يعني حاجة حلوة. لا لا لا، هم اكيد جاي يعني عايزين خلاص الجيم ده ليا، يعني الجيم ده ليا ان شاء الله، يعني هم عايزين نكسب ولا ايه يعني؟ مش فاهمهم يعني، من امتى اللعبة بتحبني كده؟ بس حلو الحوار ده، يعني واحد مثلا فوق واخد هاي جراوند عليك، او يعني الواد فوق عامل وين باي وان، وانت تحتيه هتقعد تحطها تحتيه تقعد ترقص يا بوب. في ناس، في شباب، في عيال عايزين يتقتلوا. سوري يا رب احنا بس اللي ما نتقتلش يعني.
اهم حاجة احنا ما نتقتلش. بس عايز اعرف هما فين. اهم حاجة يلا يلا بينا نجري على الزوم. هو ايه الحاجات الغريبة اللي بتحصل لي دي؟ يعني بص انا دلوقتي على اخر الشاشة وفي ايه؟ فيها لعبة، فيها فورتنايت، وايه السلاح اللي انتوا جايبينه جديد ده؟ بصراحة احييكوا عليه. يعني حلو فشخ. يلا شوف كده. ما تقولش ده بومب. ايوه هو في حاجة في الجيم ده، هو هتلاقي كل الجيم معاه بومب و بومب و و اي ار حلو. لا هو في حاجة غلط. لا حول كده بوب. الجمال ده، ده ايه الحلاوة دي؟ يا اول شوطة في اول مرة في اول كلة. ايه ده ايه ده ايه ده، ده ايه الجمال ده؟ ده ايه الجمال ده؟ الواد بيطير بالطيارة، جبته من قفاه، بس فين لوتو بس؟ لوتو كله وقع ولا ايه؟ تقريبا يعني، بس لاج، بس كده يعني، أول كله. بس يعني كويس الحمد لله يعني. اشطا كده اول كلا. دلوقتي احنا موتنا واحد في فيتل فيلز، ودلوقتي مش عارفين هنروح فين. نروح بقى فيتل فيلز ولا نروح فين بالظبط؟ مش عارفين لسه هنروح فين يا شباب. هنروح فين؟ في عوق فين؟ عايزين عوق. فين العوق؟ احنا دلوقتي قتلنا واحد بالسنايبر. هي دي لومة؟ لا مش لومة. هو ليه صوت الطيارة؟ ليه محرك الطيارة كده صوته في عوق تحت؟ يبقى ننزل للكابتن. فين البوب؟ اهو البوب. في مكت هناك عايزين نروح ناخدها في السريع بسرعة بسرعة. الزون
يعني كان في عوق كده، واحنا الحمد لله طلعنا بره العوق. الواد كان عايز يموتنا. دلوقتي موتنا واحد جنب فيت الفيلز على الجبل كده، موتنا واحد في فيت الفيلز. اللي ناقصنا تاني يا شباب نموت واحد فين كمان؟ في تلت التاورز. فين بالظبط يا شباب؟ ناخد ار بي جي بس كده، مش هيكون معانا طز الزوم، بس اهم حاجة الواد ضيع كل يعني كل طاقاته عشان يحاول ما يموتش برضو مني، بس يعني ده كده كده هيموت. يعني ده احنا ده احنا مين يعني؟ بس كليتين حلوين كده في السريع، جربنا فيها السلاح الجديد بالكلة التانية، الكلة الأولى بالتحفة ده، بس كده. يلا بس كده نشوف، يلا في كابتن هناك. فين الباشا ده؟ راح فين؟ لا 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 لا، عيب. يعني برضو لازم نفضل شت بقى شت بقى لاج. لا 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 لا، اللاج وحش، اللاج وحش، مفيش كلام. واكيد هيجي من ظهري دلوقتي. يلا نلحق الزون الجاية. عايزين نطلع فوق الجبل ده عشان الهاي جراوند تبقى علينا، يعني في بولمبيك. بولمبيك ايه بس كان اسمها ايه دي؟ اول ما نطلع بلور حاجة، نشوف اول ما نطلع اسمها ايه. احمد ايه؟ هي من اخر كده حتة السيف يعني، عشان هي مش باينة من الزون. هو ده او ولا ايه بالظبط؟ بولن بارك تقريبا، بس مش مهم يعني. انا دلوقتي في مشكلة عندي، ازمة فشيخة في الماتريال، مش عارف اعمل ايه بالماتريال الفشيخة اللي معايا دي. يعني 60 في كابتن سبقني هنا. ما شاء الله سبقتني ليه يا كابتن. طيب خدي تمام.
للأسف مش مع ماتيريال احاربه بيها، فاحنا محتاجين نقف شويتين كده. الكابتن هو اللي ينزل لنا مش احنا اللي نطلع له، عشان معاه 99 بس. ايوه انا هنا كابتن. هو ده كنت واثق، هو الواد ده هو اللي هيموتني. لعبنا جيم حلو الحمد لله، وجبنا كلتين حلوين، ويلا اشوفكم في فيديو جديد.